يلا نعمل مع بعض. منظف في البيت بيكون سهل قوي ومكوناته كلها موجودة ومتوفرة في أي بيت، وكمان بيبقى قوي قوي في التنظيف وبيخلي ريحة البيت حلوة جدا. بجيب بخاخة فاضية وبحط فيها ربع كوباية خل وعليها ربع كوباية من مسحوق المواعين العادي، سواء فيري بقى أو بريل أي حاجة انتوا بتستخدموها. وكمان بحط عليها حوالي معلقة كبيرة من الزيت العطري، اي نوع زيت عطري انت بتحبوا تستخدموه، اي ريحة بتحبوها سواء لافندر سواء ليمون برتقان فواكه اي حاجة. وبضيف معلقة كبيرة كده في البخاخة، وكمان بزود الباقي مية وبرجهم كويس. ولو عايزينها للدهون كمان فبس بتضيفوا عليها معلقة كربوناتو، بتبقى حلوة جدا جدا بجد. منظف ده سحر وبيلمع الستانلس كويس قوي، الحنفيات والأجهزة وبجد في الخشب كمان بنضف فيه جوه دورة في المطبخ، بيبقى حلو جدا. استخدمته الفترة اللي فاتت وانا بنضف وبجد فرق معايا جدا في النظافة وفي ريحة البيت. جربوه مش هتندموا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسيف وشير وبس كده، ومشسير ومتابعتكم. باي باي.